فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالمرأة لها على زوجها النفقة السنوية واليومية، ولها عليه الكسوة، ولها عليه السكنى. هذه الأمور الثلاثة هذه واجبة للزوجة على زوجها، لأنها محبوسة عنده، محبوسة عنده، لا تذهب للتكسب أو طلب الرزق، فهو الذي يقوم وينفق عليها لتكفيه هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولاد، فهي في عمل جليل، خلاف الذين يقولون أن المرأة معطلة ويطالبون بتوظيفها ويطالبون بعملها مع الرجال. هؤلاء ينزعون بنا إلى الجهة الغربية وإلى النظام الغربي الكافر، ليفسدوا نساءنا ويفسدوا مجتمعنا. فالمرأة لها عمل جليل تؤديه مع الصيانة والعفاف والستر، فتجمع بين المصلحتين، أداء العمل وحفظ نفسها عن التبذل وعن تطلع الفساق إليها. فليست المرأة معطلة، وإنما هي تقوم بعمل لا يقوم به غيرها. ولذلك لما ضيعت المرأة هذا العمل وخرجت عمل البيت وخرجت لطلب العمل الخارجي والوظيفي، ضيعت البيت، ضيعت الأسرة، ضيعت الأولاد، ضيعت عمل البيت. ثم اضطر أصحاب البيوت إلى أن يستقدموا المربين والمربيات والخدم الذين هم أجراء وقد يحملون أفكارا سيئة وأفكارا مذمومة، فيربون الأطفال على هواهم وعلى ميولهم ورغبتهم، ويلقنونهم الأفكار الخبيثة والأفكار الضارة، أو أنهم لا يهتمون بهم ولا يرحمونهم ولا يعطفون عليهم كعطف الأم وحنان الأم. فلذلك صاروا يستقدمون لعمل البيوت من النساء الأجنبيات، ربما تكون ساحرة، ربما تكون كافرة، ربما تكون داعية إلى الضلال، وهذا كثير مما أفسد كثيرا من البيوت ورب العوائل على غير هدي الإسلام، وهذا شيء مشاهد ومجرب، ونشر السحر بين الناس، ونشر، وأيضا لا تكون صينة في عرضها، قد لا تكون هذه المستقدمة شريفة في عرضها، فتنشر الفساد في الأسرة ومع شباب الأسرة، فيحصل بذلك مفاسد. والأولاد أين يذهبون؟ إما أن يبقوا عند هذه المربية المستقدمة، وإما أن يذهب بهم إلى دور الحضانة كأنهم لقطة ليس لهم آباء، فيضيعون هناك، ولا من يربيهم التربية البدنية بالأكل والشرب، وهذه ليست هي المطلوبة، هذه لابد منها لكن ليست هي المطلوبة، مقصود التربية العقلية والتربية الروحية والدينية، هذه أهم من التربية البدنية. فهؤلاء لما ضيعوا عمل المرأة ضاعوا. فالمرأة لا هي التي أدت عملها في المجتمع، ولا هي التي حفظت بيتها وأولادها، فضاعت بين هذا وهذا.